يقول بأنه حج العام الماضي ولله الحمد، ويريد هذا العام أن يحج عن والدته، مع العلم أنها على قيد الحياة ولكن لا تستطيع أن تحج هي لكبر سنها ولأسباب أخرى مرضية، هل يجوز أن يحج عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم يجوز أن يحج عنها إذا كان قد حج عن نفسه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج، شيخ دافت على الراحية، أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. وسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة؟ فقال: من شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى الفريضة عن نفسه. بارك الله فيكم.